بسم الله الرحمن الرحيم. خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. هنلقي البيان الصحفي الخاص بشق الخاص بال بال اللي هم شق بالعمليات الارهابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يتقدم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الممثل الشرعي لأكثر من 30 مليون فلاح بخالص التعازي إلى كل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيادة الفريق أول صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس إبراهيم محلب، وإلى أهالي شهدائنا البواسل بشمال سيناء من جنود قواتنا المسلحة أبناء مصر الذين اختلتهم يد الإرهاب الغادر الآثم من الإرهابيين الذين ليس لهم وطن ولا دين. رحم الله شهدائنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته. ونؤكد وقوف فلاحي مصر مضحين بأرواح أبنائهم الزكية شهداء في سبيل الوطن والوقوف صفا واحدا مع جيشنا العظيم وجهاز الشرطة الوطني لمكافحة الإرهاب الجبان. ولن يزيدنا الإرهاب إلا قوة وصلابة ووحدة لتطهير بلادنا من الخونة والعملاء والإرهابيين. ونؤيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للضرب بيد من حديد على رؤوس هؤلاء الخونة للقضاء عليهم نهائيا من البلاد. ونحن لا ندعم خلق أي نوع من أنواع الإثارة للفلاحين في هذا الوقت الذي تمر به البلاد، ولن نطالب بأي مطالب فئوية خاصة بالفلاحين لحين استقرار الوضع الأمني في مصر والوضع الاستقراري وعودة الأمن والأمان. معاهدين الله أن نقف جميعا صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة حتى نصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان. وستظل مصر بلد الأمن والأمان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حفظ الله شعب مصر وجيشها من كل سوء. حفظ الله مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.